الليبيين السبت في طرابلس احتجاجا على زيارة قام بها وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي لمدينة بني وليد، متهمين القادة الليبيين الجدد بأنهم من أنصار النظام الليبي السابق. وزير الدفاع عنا نبو نسل وهو مشي غادي لبني وليد وصافح القتلة غادي في بني وليد، وإحنا ممكن نقوله ممكن دواعي انتخابية، هو كان يقام بالعمل هذا. أم الأزلام قاموا بهجوم مسلح بحجة أن في شخص مخطوف منهم وكذا وكذا، بحجة وهذا غير صحيح أصلا. وعادت بني وليد التي تبعد 170 كيلومترا جنوبي شرق طرابلس إلى الواجهة هذا الأسبوع بعد أعمال عنف نسبها مسؤولون محليون إلى موالين لمعمر القذافي أسفرت عن 7 قتلى وعشرة جرحى.